الذي يستمر في فرض حظر التجوال الكامل حتى 3 يونيو المقبل. ضعنا أكثر في التفاصيل. نعم بها، يبدو أن المؤسسات الحكومية والصحية باتت تمهد لأن العراق قد دخل مرحلة الخطر فيما يخص جائحة كورونا، خصوصا وأن الأسبوع الحالي سجل أعداد كبيرة جدا بالنسبة للأسابيع الماضية، أن يصل العدد أو أن يفوق العدد 4800 حالة هو أمر خطير جدا، باتت تسجل في اليوم 200 و300 حالة، وهو أمر أيضا أدخل الجهات الصحية والسياسية في حالة قلق. هناك دعوة من قبل مجلس النواب إلى حضور اجتماع لخلية الأزمة من قبل رئيس الوزراء، أن يكون هذا الاجتماع سريع جدا وأن تتخذ فيه الإجراءات بشكل صارم وأقوى بالنسبة لحظر التجوال. اليوم شاهدنا هناك إجراءات مشددة جدا من قبل القوات الأمنية في مسألة حظر التجوال، لا يوجد أي مجال لخرق هذا الحظر خصوصا في الشوارع العامة، لكن تبقى المناطق الشعبية هي يعني المقلقة بالنسبة للكوادر الطبية والحكومية، لأنه لا يوجد هناك التزام داخل هذه المناطق يعني فيما يخص حظر التجوال أو حتى فيما يخص الإجراءات الوقائية. على كل ننتظر اليوم ربما الإحصائية التي ستظهر بعد ساعات من الآن، هناك توقعات بأن تكون هذه الإحصائية كبيرة أيضا مع ازدياد حالات الفحص وازدياد حالات الإصابة، لكن مع وجود حالات شفاء أيضا تبدو جيدة حتى الآن. إلى عمان.